ماذا نعرف حتى الآن عن تسريب بيانات 533 مليون مستخدم للفيسبوك؟ كشف أرون هولمز، مراسل يغطي التكنولوجيا والأمن السيبراني والخصوصية والبيانات، في تقرير نشره موقع بيزنس إنسايدر الأمريكي، تسريبات بيانات شخصية خاصة بأكثر من 500 مليون مستخدم لموقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك عبر الإنترنت، مسلطا الضوء على مدى خطورة ذلك على المستخدمين وعلى مصداقية فيسبوك. ما هي البيانات التي سربت؟ في بداية التقرير أشار المراسل إلى أن عضوا في أحد منتديات القرصنة الإلكترونية المنخفضة المستوى نشر أرقام هواتف وبيانات شخصية لمئات الملايين من مستخدمي فيسبوك مجانا عبر الإنترنت. وتضمنت البيانات المسربة معلومات شخصية خاصة بأكثر من 533 مليون مستخدم على فيسبوك من 106 دول، من بينهم أكثر من 32 مليون مستخدم للفيسبوك في الولايات المتحدة الأمريكية، و11 مليون في المملكة المتحدة، و6 مليون مستخدم في الهند. وأوضح المراسل أن التسريبات تضمنت أرقام هواتف المستخدمين والمعرفات الخاصة بحساباتهم على الفيسبوك وأسماءهم الكاملة ومواقعهم وتواريخ ميلادهم، بالإضافة إلى السير الذاتية وفي بعض الحالات عناوين البريد الإلكتروني الخاصة بالمستخدمين. التحقق من صحة البيانات المسربة. أوضح المراسل أن موقع بيزنس إنسايدر فحص عينة من البيانات المنشورة وتحقق من عدة سجلات من خلال مطابقة أرقام هواتف مستخدمي فيسبوك المعروفين بالمعرفات الخاصة بهم والمدرجة في مجموعة البيانات، وتحققنا أيضا من سجل البيانات عن طريق اختيار عناوين البريد الإلكتروني من مجموعة البيانات في خاصية إعادة ضبط كلمة المرور الخاصة بالفيسبوك، والتي يمكن استخدامها للكشف جزئيا عن رقم الهاتف الخاص بالمستخدم. وأوضح ألون جال، المدير الفني لشركة هودسون روك المتخصصة في استخبارات الجرائم الإلكترونية والذي اكتشف البيانات المسربة لأول مرة يوم السبت، أن البيانات المسربة يمكن أن تكون معلومات قيمة لمجرمي الإنترنت الذين يستخدمون المعلومات الشخصية للأشخاص لانتحال شخصياتهم وابتزازهم من أجل الحصول على معلومات تسجيل الدخول الخاصة بهم. فرصة لقراصنة الإنترنت. وتحدث جال إلى موقع بيزنس إنسايدر قائلا: من المؤكد أن قاعدة بيانات بهذا الحجم تحتوي على معلومات خاصة مثل أرقام هواتف كثير من مستخدمي الفيسبوك، ستذهب إلى جهات فاعلة سيئة تستغل هذه البيانات لتنفيذ هجمات هندسة اجتماعية أو محاولات قرصنة. ونوه المراسل إلى أن الفيسبوك لم يستجب فورا لعدم المطالبات للتعليق على الأمر، واكتشف جال البيانات المسربة لأول مرة في جانفي عندما أعلن أحد المستخدمين في منتدى القرصنة نفسه عن روبوت آلي يمكنه توفير أرقام هواتف لمئات الملايين من مستخدمي الفيسبوك نظير دفع السعر المناسب مقابل ذلك. وأفادت مجلة ماذربورد الأمريكية المتخصصة بالتقنية أن هذا الروبوت كان موجودا في حينها، إلى جانب أنها تحققت من صحة البيانات. ولفت المراسل إلى أن البيانات المسربة نشرت بالكامل حاليا على منتدى القرصنة من دون مقابل، وهو ما يجعلها متاحة على نطاق واسع لأي شخص لديه مهارات بيانات أولية. ولم تكن هذه المرة الأولى التي يعثر فيها على عدد هائل من أرقام هواتف مستخدمي الفيسبوك منشورة عبر الإنترنت، وكانت إحدى الثغرات التي كشف عنها في سنة 2019 قد أتاحت الاستيلاء على أرقام هواتف خاصة بملايين خوادم الفيسبوك، وهو ما يعد انتهاكا لشروط الخدمة. وأعلن فيسبوك وقتئذ أنه اكتشف الثغرة الأمنية وأصلحها في أوت 2019. ما الذي يمكن أن تقوم به فيسبوك حيال التسريب؟ أشار المراسل إلى أن فيسبوك تعهد في السابق باتخاذ إجراءات صارمة ضد الاستحواذ على البيانات الجماعية بعد أن جمعت كامبريدج أناليتيكا، وهي شركة خاصة تعمل على الجمع بين استخدام البيانات وتحليلها. جمعت بيانات 80 مليون مستخدم في انتهاك لشروط خدمة فيسبوك بغرض استهداف الناخبين بإعلانات سياسية في انتخابات 2016. وفي ختام التقرير استشهد المراسل بما قاله جال: من وجهة نظر أمنية لا يتوافر أمام فيسبوك كثير من الإجراءات التي يمكن القيام بها لمساعدة المستخدمين المتضررين من عملية القرصنة هذه، لأن بياناتهم متاحة على مرأى ومسمع من الجميع بالفعل.
لكن فيسبوك يمكنه إخطار المستخدمين حتى يظلوا يقظين للمخططات المحتملة لانتحال الشخصية أو الاحتيال باستخدام بياناتهم الشخصية. الأفراد الذين يسجلون في إحدى الشركات المرموقة مثل فيسبوك يثقون فيها ويعطونها بياناتهم، ومن المفترض أن يتعامل فيسبوك مع البيانات بمنتهى الاحترام، ويعد تسريب معلومات المستخدم الشخصية انتهاكا صارخا للثقة التي أولاها المستخدمون للشركة، ويجب التعامل معها وفق ذلك.